أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من سوريا: ما حكم من يضحك كثيرا ويقول بأن هذا ليس بإرادته فلا يستطيع أن يضبط النفس في الضحك، فما التوجيه في ذلك مأجورين؟ الضحك له حدود، أي الضحك له حدود، ما يكثر الإنسان من الضحك ويكثر من المزح، بل إنما يضحك إذا استدعى الأمر ذلك ويكون من غير مبالغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ ضحكه التبسم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء تبسم عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث أنه تبسم حتى بدت رباعيته صلى الله عليه وسلم. فهذا منتهى الأدب الشرعي أن الإنسان يتبسم. الله ذكر عن سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام النملة قال: فتبسم ضاحكا من قولها. فالضحك له حدود، ولا يكثر الإنسان منه، ولا يبالغ في الضحك، لأن هذا يذهب الحياء ويسقط هيبة الإنسان. كل شيء له حدود. نعم.